expose for the drain side. Careful for keeping privacy. And put the Macintosh under the patient عشان طبعا ما يحصلش جزء من الانتسيبتك سولوشن اللي انا هستخدمه يبدا يحصل له بورنج على سرير العيان. اكسبوز the side of drain only. Okay. Start by losing the plaster tape by using normal saline cotton soaked with normal saline. بنبدأ edges of plaster round dressing loosen the plaster tape ببدأ I remove the edges of plaster that contact with patient skin. بنبدأ carefully remove the plaster. خلي بالنا علشان minimize بين وابدأ remove the old dressing. خلي بالي لأن ممكن أي حركة للدرين ممكن تخرج من مكانها فبالتالي أنا بريموف the old dressing carefully. Observe for the old dressing for the type of the discharge and the type and the color amount order consistency of this discharge on the old dressing and dispose the old dressing in disposable bag. Observe the site of drain for any inflammation. Okay. Then remove the disposable gloves in the disposable bag. بعد كده wash my hand again. Then opening the strike bucket. طبعا نخش ان انا اعمل تاتش للانر سايد عشان طبعا الانر سايد بالنسبه لي هو الجزء الاسترايب. انر سايد اوف تري ذيس از سترايل. اوكي تري contain of
sterile basin and the two forceps. Okay. Opening my drum that contain sterile gauze and sterile dressing. This is a sterile dressing and this is a sterile gauze. Sterile gauze. Opening the sterile gauze by aseptic technique, didn't touch inner side. خلي بالي ما عملش touch ابدا للانر سايد بتاع الباكت. ببدا وانا ايدي طبعا لفوق جزء من الجوز. اوكي. افتر فينيش طبعا احنا عارفين ان البيبر بالديسبوز في الديسبوز او الباك اللي هي البلاك. ان الديسبوز او الباك اللي هي الريد بنرمي فيها الحاجات زي ما احنا عارفين اللي هي خاصة بالأجزاء اللي هي كونتاكت بالبلاد أو أي ديسكشاش. طبعا أنا كده حضرت الحاجة بتاعتي أهو. Start for boring. هعمل boring للبيتاداين بدون ما نعمل touch للانر سايد بتاع التري. boring للبيتاداين في الاسترايل بيزن على الجوز. اوكي. نبدا بعد كده نعمل ويرين فور سترايل جلوفز عندي طبعا الرايت والليفت. رايت هاند ماي ليفت هاند. ستارت طبعا ايدي زي ما انا شايف لفوق. ببدا ادخل الجزء ده وادخل صوابعي. احاول ما احاولش ان انا اتاتش الجزء اللي هو يمة صوابعي ده عشان خاطر ده سترايب. وببدا ادخل من اليمة التانية كده. اوكي. طبعا اتاكد ان هو فت على ايدي كويس. ده ديسكار كل الحاجات الكبر بتاعتي في بيبر باك. دايما احافظ ان ايدي طبعا في ليفل اعلى كده. انا بقيت سترايل. هبدا في الستبس بتاعتي فور درين كير. طبعا ده كده عندي سترايل وايدي سترايل وده فورسبس. هيبقى معايا فورسبس في الدوميننت هاند والانظر فورسبس ان ذا نون دومينانت هاند. ده المفروض طبعا زي ما انا شايف. هبدا انا ممكن امسك عادي جدا لان انا كده بقيت استرايل. هاخد وان جوز طبعا. ببدا اتحرك مثل العيان.
طبعا فادت الفورسبس ده ان انا هسبورت، هعمل سبورت للدرين تمام، والمفروض بعمل كليننج للاراوند سايت اوف ذا سايت اوف درين فروم اول اوفر ذا درين تو اوت سايت هاف سيركل، ممكن اخد هاف سيركل او ممكن اكمل السيركل كامله كده. انا خدت زي ما احنا شايفين سيركل كامله، بعد كده هديسكارد. اوكي صلاة الظهر الان. كليننج ذا سايت اراوند ذا سايت اوف درين سيفرال تايمز هاف سيركل من طبعا من جزء الراوند، ببدا اخش على الاوتر سايد ديسكارد. ديسكارد ببدا بعد كده اعمل دراينس. باي دراي جوز بعد كده باخد سترايل دريسنج. طبعا زي ما احنا شايفين احنا عاملين لازم يكون السترايل دريسنج مناسب، ويكون طبعا زي ما احنا شايفين على شكل سبعة اهو، عشان بنبدأ نحط من الجزء البلو اوف ذا درين، وبعد كده الجزء التاني بيبقى اوفر ذا درين. لازم اتأكد ان الجزء اللي هو السايد اوف درين لازم يبقى معمول ومقفول كويس جدا تمام. بعد كده بيبقى عندي بلاستر تاب، المفروض طبعا اخد السايز بتاعي زي ما احنا شايفين اهو، ببدأ كويس. الجزء اللي تحت حطينا والجزء اللي فوق، لازم اقفل كمان الجزء اللي تحت كويس اهو زي ما انتم شايفين اهو، اقفل كويس بالبلاستر زي ما احنا شايفين اهو. ببدا ارجع العيان في كومفورتبل بوزيشن، كير فور ماي اكويبمنت. الاكوبمنت بتاعتي جت ارجعها في مكانها. وبعد كده في الاخر طبعا بنعمل دوكيومنتيشن. دوكيومنتيشن طبعا للتايب اوف درين تمام، والتايب اوف درينج، والاماونت اند كلر كونسيستنسي اوف ذا درينج، اند ديت اند تايم اوف درين كير، اند دوكيومنتد اند ريبورتنج فور اني ابنورمالتي. اوكي الحمد لله كده احنا خلاص خلصنا ذا درين كير فور
the patient. Okay. Finally, remove my gloves. وبعد كده بعد ما remove الجلوفز بعمل طبعا الدوكيومنتيشن الجزء اللي انا اتكلمت فيه. تمام. Thank you.